نحن بداية الحرب من 2011 نحن لما كنا نطلع مسيرات كنا نخاف نرفع العلم السوري، كنا محاربين. ب 2012 نفس الشيء، كنا نستعين في باكستانيين وهنود وندفع لهم مصاري بس يجوا يرفعوا الاعلام معنا، كنا اقلاء يعني على الخوف. حرب يعني يكونوا دعم لكم وحمايه. احنا بدنا نظهر للعالم على طريق انه نحن متواجدين، نحن السوريين متواجدين، هذا علمنا. ب 2013 ببدايته اجوا لعندي، نحن كنا امام السفاره السوريه عاملين مسيره، قالوا لي نحن بنتفهم وضعكم الوضع السوري ونحن بنأزركم، اذا بدكم شيء منا نحن جاهزين. هن كحزب اصلا؟ كحزب. واذا ولما اذا بتريدوا خلونا نجي معكم نحن بمسيراتكم حتى ندعمكم، لانه قضيه السوريه قضيتنا، كانوا من البدايه انه كانوا عارفين. فنحن قلنا لهم اهل وسهلا يعني. فمسيرات اللي عملناها بعدين اتصلنا فيهم، صاروا يجوا معنا كسر يعني. فسألت انا يعني لازم ناخذ نبقى على سوريا يشوفوا بالعين مجرد كيف الوضع السوري، ما بيخافوا لانه هن سوريين، هن بيقولوا عنا انه هذول الفاشيين. فالفاشي شو هو؟ انا فاشي مثلهم، هن بيحبوا بلدا ايطاليا وانا بحب بلدي سوريا. Da quel momento siamo venuti altre 10 volte fisicamente, facendo 8 missioni umanitarie. Abbiamo mancato gli ultimi 2 anni fisicamente, ma non mentalmente o spiritualmente, per via del Covid. E oggi siamo qui per ribadire la nostra lealtà, la nostra amicizia, il nostro supporto massimo alla Repubblica Araba di Siria, al suo popolo e al suo presidente.